5 ملايين دولار لقاء معلومات قد تدل عليه. إنه خالد باطرفي، ما يدعى بأمير أبيان، خليفة قاسم الريمي في إمارة تنظيم القاعدة في اليمن، وخليفة ناصر الوحيشي في إدارة شؤون التنظيم في جزيرة العرب، كما يحلو لتنظيم القاعدة تسمية منطقته الجغرافية. باطرفي كان قد توعد في بيان يحذر فيه بأن القاعدة سوف تدمر الاقتصاد الأمريكي وتهاجم مصالحا على خلفية صفقة القرن، ولا يوجد نشاط لهذا التنظيم حاليا إلا في الحروب جنوبا ضد حليف الشرعية الجديد المجلس الانتقالي، خلاف أبرز ورقة القاعدة مجددا على السطح. خالد حسن باطرفي هو ذاته الذي خرج في الثلث الأول من العام 2015 ليدوس على العالم اليمني، في الوقت الذي كانت ميليشيات الحوثي تجلس فيه أيضا على كرسي وزير الدفاع وتقتحم الوزارات في العاصمة اليمنية صنعاء، تزامن ظهوره مع انهيار الدولة المركزية متمثلة بعاصمة اليمنيين، وهذا ما جعل محللين يعزون هذا الارتباط إلى مشروع وثيق تديره إيران في اليمن، وهو ما أثار حفيظة البعض ليستنكر هذا الخبر بحكم الاختلاف المذهبي. لكن أمريكا أعلنت وبعد سنوات صراحة بأن عمليات القاعدة وبيعة أمرائها وتحرك أفرادها هي من العاصمة الإيرانية طهران، الأمر الذي يربك أخبار الشارع ويكشف عن تصعيد أمريكي حقيقي ضد النظام الإيراني، والذي ابتدأت واشنطن بتجفيف منابع الدعم وإدخال عدد من القادة التابعين لإيران ضمن قوائم عقوبات الخزانة الأمريكية. وفي الشأن ذاته، كانت الأمم المتحدة عبر فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أعلنت عن اعتقال خالد سعيد باطرفي في فبراير من العام الجاري في تقرير مبهم لم يعلن عن تفاصيل العملية، واكتفى الفريق الأممي بخبر اعتقاله ومصرع سعيد عاطف العولقي خلال عملية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، الأمر الذي نفته حاليا أمريكا وطفى باطرفي على السطح مجدداً.